نيمار يخادع القطريين ويحدث حالة طوارئ، نفس الملامح نفس الشكل، ويقلده حتى في طريقة مشيه. شبيه نيمار يشعل السوشيال ميديا ويحرج الكثيرين، هذا ما جعله يخادع الجميع ويصعب أن تتعرف عليه. في الملاعب، في الأسواق، في الشوارع، كل هذه المناطق شهدت تدافع كبير من أجل أخذ صورة تذكارية، مما صعب من مأمورية رجال الأمن وافتعل هستيريا بين الحضور. الجميع لم يدرك أنه شبيه نيمار، وكان يتعامل معه على أساس أنه نيمار الحقيقي. كل الجنسيات المتواجدة في قطر وقعت في الفخ، حتى البرازيليين أنفسهم دون أن نستثني وسائل الإعلام التي شربت من نفس الكأس. نيمار الغير الحقيقي أخذ القسط الكبير من الشهرة، وسلطت عليه الأضواء أكثر من نيمار الحقيقي. لتتهاطل عليه العروض من المؤسسات الإشهارية، ويدخل الترند ويخطف الأضواء في مونديال قطر. فكم تقيمون أنتم نسبة الشبه بينه وبين نيمار الحقيقي؟ لكم الحكم.